ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في واحد في دعاء صوت يعني بيصلي بينا كان بيقول أعاده الله علينا وعليكم يعني بالخير واليمن، هل ده يعتبر كلام خارج عن جنس الصلاة يعني وتر الصلاة ولا ايه؟ لا لا، في لا، ليس بخارج أبدا كلام ما أقول. في دعاء قنوت يعني. أيوة، اللهم أعد علينا بالخير والبركات، دعاء لا بأس. جنى وعليكم يعني كأنه خطبنا يعني. أيوة، لا برضو ما فيش فيها مشكلة. لا.